إلى جانب آخر، هذه المرة تنضم إلينا الزميلة علا حجازي من داخل مقر غرفة عمليات البعثة الدولية لمتابعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية. علا، أولا بعد التحية، كيف يعني هو رصد هذه الغرفة، وما هي أبرز النقاط التي رصدتها الغرفة على مدار هذا اليوم، اليوم الأول من الاستفتاء على التعديلات الدستورية حتى هذه اللحظة؟ بعد التحية، كما أوضحت أسامة، أتواجد الآن داخل غرفة عمليات البعثة الدولية المعنية بمتابعة ومراقبة سير عملية استفتاء التعديلات الدستورية 2019. هذه البعثة تتكون من أربع جهات أو أربع منظمات أو مؤسسات. مؤسسة ماعت وهي الشريك المحلي لهذه البعثة، مؤسسة إيكو وهي مؤسسة أو منظمة أوروبية، مؤسسة المنظمة اللبنانية متطوعون بلا حدود، ومنظمة جالس الدولية بأوغندا وهي منظمة إفريقية. هذه البعثة قوامها 69 شخصا يقومون برصد ما يحدث في 14 محافظة على مستوى الجمهورية بواقع 330 لجنة في تلك المحافظات. كما أن لديهم أيضا مجموعة من المراقبون الدوليون الميدانيون المعنيون بمتابعة ما يحدث في تلك المحافظات، ومن ثم يرسلون ملاحظاتهم إلى هذه الغرفة التي بعد ذلك تقوم بكتابة 3 تقارير يوميا تقوم فيها برصد ما يحدث في هذه المحافظات. للمزيد يسعدنا أن نجري هذا اللقاء مع الأستاذ رياض عيسى، رئيس البعثة الدولية، وهو رئيس أيضا غرفة العمليات، وأيضا هو رئيس المنظمة اللبنانية متطوعون بلا حدود. يعني تحياتي لحضرتك يا فندم في البداية، وأريد أن أعرف من حضرتك يعني طبيعة عمل هذه الغرفة. يسعد مساكم. الحقيقة هذه الغرفة عندها دور محدد، هي أن تتلقى اتصالات من المتابعين الدوليين اللي موجودين مثل ما ذكرتي حضرتك ب 14 دولة عربية. عندنا مصادر أخرى للمعلومات، هي معظم وسائل التواصل الاجتماعي، وبالتالي اليوم كلنا بنعرف انه كل مواطن هو مراسل، وكل مواطن وكل ناخب هو متابع ايضا لسائر العملية الانتخابية. بمجرد انه يحمل تليفون فهو بينشر صور وبينشر اخبار، فنحن نتحقق من هذه المعلومات ونتاكد منها ومن المواقع الالكترونيه للمحافظات او لبعض الجهات، سواء كانت معارضه للاستفتاء ولا مؤيده للاستفتاء. فنحن هذه الشباب والصبايا، يعني كل هذه الحشود اللي بتعمل خلال كل النهار على مواكبة ومتابعة ورصد ما ينشر عبر وسائل التواصل. إذا أستاذ رياض، ما أبرز ما تم رصده خلال هذه غرفة العمليات؟ الحقيقة اللي عم يحصل وكل اللي عم يتفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام، عم نشهد هذه الاحتفالات اللي أمام لجان القيد. في طبعا نسب التصويت مختلفة من محافظة لمحافظة، في ضغط كثير كبير أمام لجان القيد. باجتماعنا اليوم مع سعادة رئيس الهيئة الدولية للانتخابات أفاد على أنه هو طالب وبعث، يعني أوفد أو دعم لجان القيد بقضاة جدد ليسهلوا عملية التصويت للناخبين، وهذا شيء إيجابي أنه يسهل عملية التصويت للناخبين. في حدث بارز حصل مع المتابعين الدوليين، يعني كنا بنتمنى ما يحصل ولكن حصل وتم معالجته على الفور، انه باكثر من موقع تم منع المتابعين الدوليين من دخول بعض اللجان، ولكن بالاتصال مع الهيئه تم معالجه الامر فورا، وهذا شيء ايجابي. وطبعا نتمنى انه ما يحصل وما يتكرر ببقيه المحافظات او اللجان. ايضا في ملاحظات اخرى تم رصدها، هذا الشيء رح يصدر بتقارير مثل ما ذكرتي حضرتك خلال النهار. تم نشر اول تقرير ورح تنشر تقارير اخرى عن سير عمليه الاقتراع والتصويت على التعديلات الدستورية، ورح يكون بهذه التقارير رأي واضح للبعثة الدولية. وبالتالي نحن مهمتنا نجمع كل هذه المعلومات، نتحقق ونتأكد منها قبل نشرها،
وهذه التقارير طبعا راح تنشر للرأي العام وراح تبلغ للهيئة الوطنية بالهدف انه نبعث يعني تكون هذه الملاحظات عبر توصيات للهدف وتحسين بأداء العملية الانتخابية من اجل المرات القادمة يكون الانتخابات هي مزيد من الشفافية والديمقراطية. استاذ رياض عيسى رئيس البعثة الدولية المعنية بمتابعة التعديلات الدستورية 2019، بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. شكرا لكم، يعطيكم الف عافية. كما رأيت وسمعت معي أسامة، كانت هذه أبرز ما تم رصده من خلال هذه الغرفة، وبالتأكيد سأظل أنقل لكم كل ما يحدث في محافظة القاهرة لحظة بلحظة. والآن أعود إليك مرة ثانية. كل الشكر لك يا الزميلة علا حجازي على كل هذه التوضيحات، وأيضا الشكر لضيفك الكريم. كنت معنا الزميلة علا حجازي من مقر غرفة عمليات البعثة الدولية لمتابعة أو مراقبة الاستفتاء على التعديلات الدستورية.